بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. فيديو جديد هنكمل فيه الكلام اللي بدأناه من الفيديو اللي فات عن القواعد في الريفت استراكشر. كنا انتهينا من جزئيتين في الفيديو اللي فات، وهما الايزوليتد فوتينج او القواعد المنفصله، والرافت او اللبشه المسلحه او العاديه بكل تأكيد. قلنا ان احنا ان شاء الله هنبدا نتكلم عن ان احنا عايزين فاميلي لقاعده دائريه، محتاجين نعملها العمود دائري. نقدر نعمل القاعده الدائريه ازاي؟ بس خلينا قبل ما نعمل القاعده الدائريه ننتهي من كل القواعد الايزوليتد بتاعتنا بتاعت الاعمده الريكتانجولر. عندي هنا عمودين ابعادهم كبيره شويه، فخليني اظبط فاميلي لقاعدة isolated تكون أبعادها أكبر من اللي احنا استخدمناها، فهعمل duplicate بكل تأكيد وهقول له وليكن 2.5 × 2.7، وأقول له أوكي. هقول له هنا إن الفونديشن thickness هو 700، و ال width هيكون بالنسبة لي 2500، او خلي الويت بالنسبة لي يكون 2000 واللينث يكون 2500، واقول له اوكي. ابدأ ارسم القاعدة بتاعتي في سنتر العمود بشكل مبسط جدا، وهقول له ان الليفل بتاعي هو التوب اوف فاونديشن من غير هايت اوفست بكل تأكيد 0، اقول له بالشكل ده. وعند العمود التاني بالشكل ده. طبعا لو انا محتاج، او لو ضرب العمود مختلف معايا ومحتاج اعمل دوران للقاعدة باستخدام السبيس في الكيبورد زيها زي العمود بالظبط، تبدأ تعمل روتيشن زي ما انت عايز. كده انا انتهيت من القاعدة المسلحة. خليني بالمرة اعمل القاعدة العادية، فهاجي اختار دوبلوكيت كالعادة وأقول له المرة دي 2.5 خليها تكون 72، والاتنين خليها تكون 22، والثيكنس يكون 20 سنتي فقط. وأقول له هنا إن الثيكنس هيبقى 200، والويتس هيبقى 2200، واللينث هيبقى 2700، وأقول له أوكي. وأبدأ أرسم القاعدة العادية اللي في المرة دي هيكون الهايت اوفست بتاعها هو -700 بالشكل ده، وكذلك العمود في الناحية التانية. وكده انا انتهيت من الموضوع. اروح اطمن على ال 3D واشوف وضع القواعد اللي انا رسمتها بقى عبارة عن ايه. زي ما حضرتك شايف القواعد كلها بتاعت الأعمدة الريكتانجولر مرسومة بشكل مبسط للغاية، سواء كان قواعد عادية أو قواعد مسلحة. نرجع تاني لموضوع العمود الدائري بتاعنا، محتاج فاميلي تكون دائرية. طب أنا لو جيت والله أقول له أنا عايز أعمل isolated footing ودخلت أدور على الفاميليز، هل في أي قاعدة دائرية؟ طيب مفيش، خليني أعمل load family وأشوف اللايبراري بتاعتي هل فيها قاعدة دائرية ولا مفيش قاعدة دائرية. هاجي من RV طبعا 2019، ثم libraries، ثم Egypt، ثم هبدأ أدور على ال structural foundation وأبدأ أدور على قاعدة دائرية. مش هتلاقي قاعدة دائرية، كل الموضوع هنا عبارة عن بعض الفاميليز اللي مش هتفيدك إلى حد ما. طيب اذا انا محتاج اعمل فاميلي خاصة بالعمود الدائري، لان انا فرضت ان انا محتاج قاعدة دائرية. نعمل كده ازاي؟ بكل بساطة خلينا نشوف. هنيجي من فايل واقول له انا هعمل نيو، وطبعا هعمل نيو فاميلي، وهبدأ اختار التمبلت اللي هبدأ ابني عليه كالعادة من الفاميلي تمبلتس زي ما حضرتك شايف. طبعا سي ثم اوتوديسك ثم ار في تي 2019 او
ار بي تي اي فيرجن حضرتك بتستخدمه، ثم فاميلي تمبلتس، ثم انجلش، ثم هبدأ ادور على المتريك ستراكشرال فاونديشن بالشكل ده واقول له اوبن. ده هو التمبلت اللي هبدأ ابني عليه الفاميلي الخاص بيا والقائمة الخاصة بكرييت. احنا اتكلمنا تقريبا عن كل شيء فيها لما كنا بنتكلم عن ازاي تعمل فاميلي في الاعمدة وفي الكاميرات. تقدر ترجع لهم عشان تفهم يعني ايه اكستروجن، يعني ايه بلند، يعني ايه ريفولف، يعني ايه سويب، يعني ايه سويبت بلند. انا دلوقتي محتاج اعمل قاعدة دائرية ابعادها طبعا متغيرة، ولكن قطر القاعدة عند بداية القاعدة من الأسفل أو عند البوتوم أوف فونديشن هو نفس القطر بتاع القاعدة عند التوب أوف فونديشن. إذا أنا محتاج أعمل عنصر دائري أبعاده على مدى الارتفاع ثابتة. إذا أنا هستخدم الإكسترويجن، سوليد إكسترويجن، ده اللي بيرسم 3D سوليد باي إكسترودينج a 2D شيب. زي ما هو واضح قدام حضرتك أنا هرسم شكل 2D أوتوماتيك بياخد الشكل ال 3D بتاعه. فهاجي اقول له والله انا عايز اعمل كرييت اكستروجن. طبعا دي الانسرشن بوينت بتاعتنا، النقطه اللي هيتحرك منها الفاميلي. انا عايز ارسم قاعده دائريه، فهختار من القائمه الخاصه بالموديفاي سيركل، وهبدا اجي من السنتر كده واقول له والله مثلا خلناها لنا تكون وليكن متر 30. طبعا ده مش هيفرق لان كده كده ده فاريبل وده متغير، هتغيره زي ما انت عايز. وهختار كده القاعدة بتاعتي واخلي الدايمنشن بتاعي اعمله ميك ك بيرمننت بالشكل ده، ثم اختار الدايمنشن واديله الليبل بتاعي. لو بصيت على الليبل هلاقي في حاجة اسمها عندي فاونديشن تيكنس او لينث او الويدث. انا طبعا هنا بالنسبة لي هو موضوع عبارة عن دايمتر، فممكن اديله بارامتر جديد خالص كفاميلي بارامتر واسميه وليكن دي اي. طبعا هو بالنسبة لي هيكون تايب بارامتر لان انا محتاج اغير فيه التايب، ولو عايز اعمل حاجة جديدة هعمل تايب جديد مفيش اي مشكلة، مش محتاج يكون البارامتر متعلق بالانستنس. وهقول له اوكي. كده انا ظبطت، انا كده انتهيت او ظبطت الليبل الخاص بالدايمتر بتاع القاعدة. وطبعا غلطنا غلطة بسيطة، طبعا ده مش الدايمتر ده الراديوس، فممكن ببساطة نغير الليبل نخليه ار فقط لا غير، اقول له اوكي. كده انا انتهيت من الرسمة ال2D، وانا داخل الرسمة ظبطت الليبل الخاص بالراديوس، هقول له فينيش. ولو رحت بصيت لل3D هتلاقي ان القاعدة بقت بالشكل ده. خليني اخلي الفيجوال ستايل يكون وليكن رياليستيك، وديت الليفل يبقى فاين. هتلاقي القاعدة موجودة معاك بالشكل ده. خلينا نروح لأي الفيجن وليكن الفرونت، هتلاقي القاعدة بالشكل ده. انا خلصت الراديوس، فاضل لي الثيكنس فقط لا غير. هقول له انا عايز ارسم والله ريفرنس بلان ار بي وارسمه في اي مكان بالشكل ده، ثم هقول له انا عايز اعمل الاين للتوب بتاع القاعدة مع الريفرنس بلان بتاعي واخليهم مع بعض ككونسترين بالشكل ده، ثم هقول له عايز اعمل دي اي او دايمنشن من هنا لهنا بالشكل ده، واقول له اديني هنا حاجة اسمها الثيكنس بتاع القاعدة بتاعتي، واقول له فينيش. كده مش باقي غير اني اقول له ان الماتيريال في الموديل بيهيفيور يكون كونكريت عشان الريفت يفهم او يتعامل مع العنصر اللي انا بعمله كخرسانة، وكمان اقول له ان الماتيريال اربطها بالستراكشرال ماتيريال، واقول له اوكي. وخليني كده اظبط التايبس، اعمل تو تايبس. خليني اقول له والله خليني التايب اللي انا عامله ده يكون عبارة عن قطر او ار 700 و
ثيك وليكن 700 برضو. معنى كده ان انا بعمل قاعدة قطرها 1.4 متر والتخانة بتاعتها 700 مللي، واقول اوكي واخلي الديامتر. طبعا الديامتر انا مش محتاج اصلا البرامتر ده، فهعمل له ديليت. وكمان كده انا ممكن اخلي الار تكون 700 والثيكنس يكونوا وليكن برضو 700. خليني كده اظبط احرك الموضوع، اخلي الراديوس يكون اول بارامتر والثيكنس يكون تاني بارامتر بالشكل ده. وطبعا انا ما مسحتش باقي البارامترز لانها بارامتر خاصه بالموديل او التمبلت اللي انا شغال عليه، مش هتلاقي اصلا العنصر او الطريقه اللي تمسح بيها البارامتر متفعله معاك، فمش مشكله خليهم مش هيفرقوا معانا في اي شيء تماما. كاتيجوري ممكن اظبطها من هنا، ولكني اخليها عشان اظبطها من جوه المشروع بتاعي. هقول له كده اوكي. وممكن برضو اظبط واحده كمان اخليه الار تكون 600 والتخانه تكون وليكن 700 برضو، اقول له اوكي. ابدا اخلي الار تبقى 600 والتخانه 700، مفيش اي مشكله، واقول له اوكي. خليني اكون مفعل الـ600 وتخانة 700 برضو مفيش مشكلة. لو لاحظت هتلاقي ان التخانة زادت بقت 700، ولو رحت للـ3D هتلاقي الار بقى 700 برضو من المفترض. زي ما حضرتك شايف، خلينا برضو لسه هنعمل تشيك بسيط لما نعمل لها لود انتو بروجكت بالشكل ده. وخليني اروح للتوب اوف فاونديشن احطها في اي مكان بعيد كده عن المشروع بتاعي بالشكل ده، وابدا اخش على الايديت فاميلي. طبعا انا لو جربت مثلا اقول له والله من انوتيت، اديني الراديوس بتاع القاعدة هلاقيه 700 مفيش اي مشكلة. ولو جربت اغير في اي رقم من او اي بارامتر من اللي انا كاتبهم وليكن 800، اقول له اوكي، هلاقي القاعدة كبرت معايا ومبقاش في اي مشكلة. كده انا الفاميلي بتاعتي بقت متظبطة بشكل محترم جدا. ارجع تاني للفاميلي واقول له خليها لي بالشكل ده، عشان ده هو البريفيو بتاعي لما اجي اعمل لود للفاميلي. ثم هعمل لها سيف از فاميلي بكل تأكيد، ثم هوديها في اي مكان انا عايز اسيب عليه الفاميلي. وخليني اسميها سيركيولار فاونديشن. واقول له سيف. هبدأ اقفل خالص كل البريفيوز الخاصة بيه الفاميلي بتاعتي، وهيبقى بس البروجكت اللي انا شغال عليه. خليني كده اشوف اصلا الفاميلي لسه موجودة ولا لأ. هاجي من structure اقول له isolated، الاقي الفاميلي موجوده. فخليني كده اعمل كنترول زد واجرب تاني، هي لسه موجوده، محتاج كمان كنترول زد واجرب برضو لسه موجوده مفيش اي مشكله على الاطلاق. هنيجي من families وهدور على structural foundation، هاجي على فاميلي 2، هي دي الفاميلي اللي انا ضفتها، هقول له ديليت. وكده انا مسحت الفاميلي بتاعتي. لو جيت اقول له ايزوليتد هدور على القاعده السيركولر، مش هلاقيها موجوده زي ما حضرتك شايف.
فبما اني عملت لها سيف از وظبطت الموضوع فهقول له لود فاميلي، وهروح للمكان اللي انا مظبط فيه الفاميلي بتاعتي. هتلاقي هي الفاميلي اللي انا مسميها سيركولار فاونديشن، والبريفيو اللي انا قلت لحضرتك عليه هو اخر فيو حضرتك عملت عليه سيف وانت بتكرييت للفاميلي. فهقول له اوبن، وهاجي بشكل مباشر عند العمود الدائري. انا العمود الدائري بالنسبه لي هو متر، فخليني اعمل القاعده وليكن 2 متر. فهقول له اديت، وهنا هلاقي في التايبس التو تايبس اللي انا عملتهم وانا داخل كرييت للفاميلي. فهقول له دوبلكيت، وهقول له الار تكون 1000 و الثيك يكون وليكن 700، مفيش مشكله. وهقول له الار 1000 والثيك 700، والماتيريال ممكن اظبطها بكل بساطه من هنا واختار الماتيريال اللي انا عايزها في المشروع بتاعي. اقول له اوكي، وهبدا انزل القاعده بتاعتي زي ما انا عايز بكل تاكيد. انا بقول له حطها في التوب اوف فاونديشن، مفيش اي مشكله بالشكل ده. هنا بيقول لي ان الاتاتشد ستراكشرال فاونديشن ويل بي موفد تو ذا بوتوم اوف ذا كولوم، برضه مفيش اي مشكله. هروح للعمود التاني بالشكل ده، يطلع لي نفس الايرور برضه مفيش مشكله. خليني كده اروح لل 3D واطمن على القاعده بتاعتي. هتلاقي القاعدة زي ما حضرتك شايف بكل بساطة موجودة ومفيش فيها أي مشكلة. وطبعا الاختلاف في الفيو بتاع القاعدة الريكتانجولر عن القاعدة السيركولر هو اختلاف نوع الماتيريال بتاعي. خليني برضو كده اتشيك حاجة بسيطة، لو رحت لأي الفيجن هتلاقي ان القاعدة في مكانها المظبوط مفيش فيه أي مشكلة، باقي فقط القاعدة العادية وبرضو مفيش مشكلة نقدر نعملها بكل بساطة عن طريق structural ثم isolated. اختار القاعدة الدائرية بتاعتي اللي انا مسميها circle foundation ودلوقتي جواها 3 types، هدخل على اي تايب فيهم واقول له edit type، وهعمل duplicate وهعمل bc، ثم هقول له r. احنا القاعدة عاملينها ك 1000 متر radius، خليها المرة دي تكون 1100 وليكن او 1100 مفيش مشكلة، عشان يبقى القاعدة بتاعتي كلها عبارة عن 2200، والتخانة هخليها 200 ملي، وهنا هخلي الريديوس بتاعي يكون 1100، وممكن نعمل رينيم كمان عشان نخلي التخانة تبان تك يكون 200 ملي. اقول اوكي ثم اوكي، وهبدا هنا اخلي الهايت اوفست فروم ليفل يكون سالب 700، وهاجي هنا بالشكل ده اقول اوكي، وكمان عند القاعده التانية هنا كده بالشكل ده اقول اوكي، وارجع لل 3 دي موديل. هتلاقي القاعده بتاعتك مفيش فيها اي مشكله، الموضوع ابسط من البساطه في الحقيقه، مفيش فيه اي شيء غريب او صعب الفهم زي ما حضرتك شايف. كده انا انتهيت من القواعد الريكتانجلر، كنا بدأنا بالرفت ثم دخلنا على القواعد الايزوليتد الريكتانجلر الشكل الطبيعي جدا، ثم عملنا قاعدة دائرية، بقينا ان احنا نعمل قاعدة بشكل الريجولر، وكمان نعمل القواعد الخاصة بالكورز او الشير وولز. ممكن برضو نتكلم عن قاعدة مثلا نشير وول بالشكل ده. ده بالنسبة لي وول، فهاجي على ستراكشر اقول له انا هعمل وول فاونديشن، نخش كده على اديت لي التايب، هتلاقي ان الوول فاونديشن هو سيستم فاميلي على عكس الايزوليتد فوتنج. هنا بيقول لك انها بيرنج فاونديشن مش ريتيننج فاونديشن، وطبعا الفرق بينهم واضح بكل تأكيد. لو انا عندي ريتيننج وول كان هيبقى الطيب او هستخدم الريتيننج، انا هنا عندي حيطه في مكان ما في المبنى مش شايله احمال للتربه، فبالنسبه لي هي بيرنج مفيش اي مشكله. فهعمل دوبليكيت واسمي القاعده
اسيبها عادي بيرنج فود مفيش مشكله، واخليها وليكن يكون الويدث بتاعها وليكن يكون 1 متر، واقول له كده اوكي. او كمان نخلي الثيكنس يبقى وليكن 700 زي ما احنا شغالين بنفس الثيكنس. الاستراكشر ماتيريال تختارها مفيش اي مشكله، الاستراكشر يوسج تختار اذا كانت ريتيننج لو كانت قاعده لريتيننج وول، او بيرنج لو كانت قاعده لاي عنصر تاني داخل المنشا. الويت تظبط زي ما انت عايز، انا اخترته 1 متر، والفاونديشن ثيكنس بالنسبه لي يكون 700. باقي البارامترز مش هتهمك على الاطلاق، واقول له اوكي وابدا ارسم او اختار القاعده اللي انا عايز اعمل لها الفاونديشن بتاعتي، وليكن اختار سوري الوول بتاعتي، فاختار الوول دي وليكن بالشكل ده، مش هتلاقي حصل رفرفه للقاعده. طيب نقدر نحل مشكله الرفرفه دي ازاي؟ اقصد بالتاكيد الرفرفه اللي في الاتجاه الطولي، نقدر نحل المشكله ازاي؟ بكل بساطه نرجع تاني نختار القاعده بتاعتنا ونقول له ايديت تايب، ونبص بصه كمان على البارامترز الخاصه بالتايب، هتلاقي حاجه اسمها ديفولت اند اكستنشن لينث، ده هو النهايه او امتى تقف القاعده بعد نهايه العنصر. هنا صفر، فانتهت القاعده مع نهايه العنصر، فانا ممكن اخلي نهايه القاعده تكون برفرفه وليكن نص متر، فهقول له خلي لي الديفولت اند اكستنشن لينث يكون 500، وهقول له ابلاي، هتلاقي ان الرفرفه حصلت مفيش فيها اي مشكله، فهقول له اوكي. زي ما حضرتك شايف لو رحت لي ال 3 دي موديل هتلاقي القاعده زي ما حضرتك شايف مفيش فيها اي مشكله، تقدر تغير في الابعاد. انا مش مهتم بجزئيه الابعاد لان بالتاكيد هيكون في ديزاين للمشروع بتاعك، وهتقدر تبقى عارف الابعاد اللي ترسمها بالتحديد هتكون قد ايه. طيب اقدر ارسم قاعده عاديه ازاي؟ ممكن نرسم القاعده العاديه بطريقتين، ممكن ارسم ايزوليتد فوتنج عادي واختار المنطقه دي وارسم فيها القاعده، ممكن ارسمها عن طريق السلاب، وممكن برضو ارسمها عن طريق الوول فاونديشن. خلينا كده نجرب الوول فاونديشن، نروح للتوب اوف فاونديشن، نقول له اديت لي التايب، ونقول له والله خلينا بس كده الاول نطمن على ابعاد القاعده اللي احنا مظبطينها، هتلاقي ان الفاونديشن ثيكنس مظبوط وكله تمام ماشي. هنرجع تاني للاستراكشر وول فاونديشن، وهقول له اديت لي التايب، تلاقي عندك التايب اللي موجود بشكل ديفولت والتايب التاني، فممكن تعمل كده دوبليكيت بشكل مباشر وتقول له والله انا هعمل البيرنج فوتنج ك بي سي، هنقول له مثلا 1200 بما اني عامل القاعده ال ار سي 1000، والتخانه وليكن 200، واقول له اوكي، واخلي الويتس يكون 1200 والفونديشن سيكنس يكون 200. طبعا هنا ممكن اخلي بقى الماتيريال تكون بلينك كونكريت لو انا مظبط ان يكون في بلينك كونكريت وهكذا، وزي ما قلت لحضرتك انا كده كده هظبط موضوع الماتيريال في فيديو لوحده، وهخلي هنا الرفرفه تبقى 700 عشان تعلى 20 سنتي عن القاعده اللي انا هرسمها، وهقول له كده اوكي، وهبدأ هيبدأ يقول لي اختار العنصر اللي انت عايز ترسم عليه القاعده. ولو جيت تختار القاعده بتاعتك هنا اصلا مش باينه من الاساس، لو رحت كده للجراوند فلور واخترت القاعده هتلاقي القاعده جت معاك، فممكن نجرب تاني نختار التايب بتاعنا اللي موجود هو بي سي بالشكل ده، هتلاقي هنا انه مش عايز يفعل الامر الخاص برسم القاعده كوول فاونديشن، لان هو فهم ان الوول بتاعتي خدت فاونديشن بتاعها، فمش هينفع يديها فاونديشن مره كمان.
طيب احنا ممكن نحل المشكلة ازاي؟ ممكن ببساطة تماما نرسم سلاب فونديشن ونقول له احنا عايزين نعمل اديت للتايب ونقول له دوبليكيت، او ممكن نرسم عادي بالبي سي رافت 25 سنتي مفيش مشكلة، ونقول له والله احنا ممكن نشتغل بالبيك لاينز، ونقول له اديني اوفست او بلاش بيك لاينز، ممكن نشتغل بالريكتانجلر زي ما عملنا الفيديو اللي فات في الرافت، ونقول له خلي لي الرافت تبقى 500 ملي بالشكل ده. واقول له طبعا ان الهايت اوفست يبقى سالب 700، واقول له فينش. امسح السيمبلز انا مش محتاجها، واروح ابص بص على الثري دي، هتلاقي القاعدة زي ما حضرتك شايف مفيش فيها اي مشكلة. اعتقد احنا ممكن نكتفي بهذا القدر في الفيديو ده عشان مدة الفيديو ما تطولش، وبعد كده احنا لسه هنكمل نقدر نرسم ازاي القواعد لباقي الكورز او الشير وولز، وكمان هنتعلم نرسم الكومبايند فوتينج، وكمان هنتعلم نرسم ازاي الريجولار شيب لاي قاعدة ايا كان شكلها. ده كان موضوعنا النهاردة ببساطة، فشكرا ليكم والسلام عليكم.